الاسم الشخص المسمى به في الدنيا هو اسمه في الآخرة حتى وإن كان اسما غير حسن. وما هي نصيحتكم لمن ابتلي باسم غير حسن ولا يملك تغييره؟ هل يبقى على هذا الاسم إلى أن يتوفاه الله؟ وما هي نصيحتكم للآباء والأمهات في اختيار الأسماء الحسنة لأولادهم وبناتهم؟ جزاكم الله خيرا. حقوق الولد على والده اختيار الاسم الحسن، هذا من حقوق المولود على والده، وإذا سماه باسم غير حسن فإنه يكون واثما، وعليه مع ذلك أن يغير الاسم. قد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء رجال من الصحابة لما أسلموا وكانت أسماؤهم غير حسنة، غيرها إلى أسماء حسنة. ويجب تغيير الاسم إذا كان فيه محرم، كما لو عبد بغير الله، كما لو سمي عبد الكعبة أو عبد العزة أو عبد فلان، فإنه يغير، لأن التعبيد لا يجوز إلا لله عز وجل، فيقال عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز إلى آخره من أسماء الله سبحانه وتعالى. قد قال صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. ولا مانع أن السائل يغير اسمه، أو السائلة أن يغير اسمه، وليس هذا بممتنع، بل هذا سهل جدا. نعم. وأما في الآخرة فالله أعلم، أمور الآخرة لا بد فيها من دليل، هل يبقى على اسمه في الدنيا ويبقى معه في الآخرة أو لا يبقى، هذا الله أعلم، يحتاج إلى دليل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم. قبل ما يقارب 15 سنة حجت أمي ولم ترجم، علما بأنها قادرة على ذلك، وقد رجم عنها والدي، فما يلزمها الآن؟ يتعلق بالسؤال الذي قبل هذا. نعم. ورد أن المؤمن إذا قبضت روحه، نعم، وصعد بها إلى السماء ولها رائحة طيبة، فإذا مر بأهل السماء وأعجبتهم هذه الرائحة سألوا من هذا، فيقال هذا فلان بن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا. دل على أن الميت يسمى بأحسن أسمائه في الدنيا. السؤال الذي بعده: